النهاردة مش مجرد قصة ميدالية أولمبية مصرية، دي قصة بطل ارتبط اسمه بالدورات الأولمبية وهو حي وهو ميت. هو البطل الأولمبي والمصارع الفذ إبراهيم مصطفى اللي قدر يحصل على ميدالية أولمبية وهو لاعب وأكتر من ميدالية أولمبية وهو مدرب. إبراهيم مصطفى اللي اتولد في 6 إبريل سنة 1904 بمحافظة الإسكندرية كانت بدايته مع المصارعة في سن صغير قبل ما يكتشفه المدرب الإيطالي أوبالدو بيانكي واللي شافه وقتها في نادي تابع للجالية الأرمينية وضمه للنادي الأولمبي، وتبناه عباس حليم رئيس النادي وقتها عشان يحقق شهرة كبيرة ويتفوق على الجاليات الأجنبية اللي كانت بتلعب مصارعة في مصر. بعدها بدأت قصة إبراهيم مصطفى مع الأولمبياد وشارك وهو عنده 20 سنة في أولمبياد باريس 1924 ولعب في وزن الخفيف التقيل اللي شارك فيه 20 لاعب من أبطال العالم، ورغم صعوبة المنافسة قدم إبراهيم مصطفى مستوى لفت بيه أنظار كل المشاركين وقدر يفوز في الجولة الأولى على بطل إيطاليا وبعدها على بطل فرنسا وما لعبش في الجولة الثالثة، وفي الرابعة فاز على بطل هولندا وخسر بصعوبة بعد كده من بطل السويد يوهانس فينسون عشان يلعب على الميدالية البرونزية مع بطل السويد كارل ويسترغرين، وخسر المباراة عشان يكتفي بالمركز الرابع. بعد 4 سنين يرجع تاني إبراهيم مصطفى ويشارك في دورة أمستردام 1928 ويبدأ مشوار الميدالية بالفوز على بطل بلجيكا في أقل من 4 دقايق، وفاز في المباراة التانية على بطل تركيا بالنقاط قبل ما يلعب في اليوم التالي مع بطل فنلندا في نص النهائي في ماتش استمر 20 دقيقة قدم فيها بطلنا أسلوب فني كبير وتم تسجيل حركة فنية باسمه واللي منحته الفوز بالمباراة والتأهل للنهائي اللي واجه فيه بطل ألمانيا عشان يحقق الفوز في كل المباريات ويحصد الميدالية الذهبية ويكون أول لاعب مصري في التاريخ يصعد لمنصة التتويج الأولمبية، على الرغم أنه كان تاني مصري ياخد ميدالية في الدورة دي بعد ذهبية السيد نصير في رفع الأثقال، لكن مراسم تتويج المصارعة تمت قبل رفع الأثقال. بعدها رجع إبراهيم مصطفى لمصر عشان ياخد لقب أفندي ويشتغل موظف في استاد اسكندرية مكافأة ليه على إنجازه في أمستردام. الكل توقع أن بطلنا جاهز ياخد ميدالية في أولمبياد 1932 و36، لكن للأسف مصر ما شاركتش في 32 وبطلنا ما لعبش في 36 بسبب الإصابة، لكنه بيكمل مشواره مع الأولمبياد من بوابة التدريب، وفي دورة هلسنكي 1952 بيسافر كمدرب لكنه مع المنتخب اللبناني مش مع المنتخب المصري، ويقدر مدربنا المصري انه ياخد ميداليتين للبنان، فضية للاعب زكريا شهاب وبرونزية للاعب خليل طه، وكمان هو اللي مكتشف البطل اللبناني حسن بشارة اللي هياخد بعد كده برونزية في أولمبياد موسكو 1980. لسه بطلنا مشواره مستمر مع الأولمبياد، والمرة دي كانت دورة مكسيكو سيتي 1968 اللي كان فيها مدرب لمنتخب مصر للمصارعة، لكنها كانت الخطوة الأخيرة في مشواره اللي انتهى بالوفاة أثناء تواجده مع البعثة، وكان خبر موته صدمة كبيرة وحزن عميق على البعثة اللي تلقت برقيات تعازي من كل الوفود والمسؤولين الدوليين، وده اللي ذكره بالتفصيل أبو الفتوح عبد المجيد السكرتير العام المساعد للجنة الأولمبية في الوقت ده ورئيس البعثة المصرية في دورة مكسيكو سيتي، عشان تنتهي قصة أسطورة وبطل أولمبي ارتبط اسمه بالأولمبياد وهو حي وكمان وهو ميت.